التقرير بيقول ان هو في فساد من وزير التموين، وفي ناس طبعا عشان بيقول لك عشان وزير التموين كشف الصوامع اللي موجودة ديت فيها استيلاء على مال عام، وفي ناس من مجلس النواب لهم قرايبهم واخواتهم والكلام دوت لهم صوامع. والراجل الفاسد لازم يقدم للعدالة، لازم القانون ياخد مجراه، ولازم نعمل ثورة على الفساد كلها بالنسبة للبلد كلها. طبعا هو الفساد مع الأسف منتشر، لسه ستيل منتشر لغاية دلوقتي، مفيش جديد. أنا حاسس إن مفيش أي حاجة اتغيرت بصراحة. طبعا حاجة تحزن يعني إن احنا في بلدنا يحصل الفساد دوت، اللي احنا أصلا يعني محتاجين إن احنا نطهر كل المساعد من الفساد اللي فيها. وطبعا لما يكون حاجة خاصة يعني خاصة بقوت الشعب، ما ينفعش إن يبقى فيها فساد بالطريقة دي. يعني فين الضمير؟ وبعدين احنا عايزين رقابة. الرقابة أهم حاجة عندنا، احنا أهم حاجة بنفتقدها اللي هي الرقابة. مش المشكلة إن المسؤول بيعمل مشكلة وبيسيب بقى اللي بقى اللي ده، لازم المتابعة. مشكلتنا إن مفيش متابعة في بلدنا، دي مشكلتنا. سابك كمان تمرين دي، طالما ما طلعتوش اسم واحد بس من 21 اسم اللي أنتوا بتقولوا حولتوها للنيابة العامة وكلام من ده كله، اعرفي مليون المية إن كل ده حاجة اسمها بروباجندا. اي منطق واي عقل يقول ان اللي بيستلم منعم حتى ثلاث وزارات، يعني ثلاث انفار، كل واحد شخص بيمثل وزاره، ونيجي نتكلم بعد كده على الفساد. ده فساد علني، البلد ما مش مستعمل ان يبقى فيه فساد بالقمح وفساد في اي حاجه باي مصلحه من مصالح. لا لا لا، مش وزير التموين. وزير التموين شايف شغله تمام التمام من فتره كبيره ومن فتره بعيده، وعامل انجازات في الوزاره بتاعته، واحنا شايفين الانجازات بتاعته، احنا حاسين بيه. بحمل مين؟ بحمل طبعا كل الجهات المسؤوله، بما فيهم مع احترام للجميع جهاز المخابرات نفسه، بحمله هذا الموضوع. بحمله لمين؟ كل مسؤول في المنظومه يتحاسب. كل مسؤول في المنظومه من كبير للصغير، اللي معناه ان ما حدش بيشتغل، معناه ان ما حدش بيحاسب، ما حدش عنده يعني اقول لك ايه، ما حدش عنده غيره على البلد او عنده غيره على يعني. طبعا في اكثر من وزاره مشتركه فيه، عندك في وزاره الزراعه مشتركه فيه، وزاره التموين مشتركه فيه، اعتقد ان في هيئه المفروض يعني تبقى برضه مشتركه فيه، هيئه الرقابه على الواردات دي تقريبا ملهاش اي دور خالص من ساعه تقريبا ما وعين على الدنيا زي ما بيقولوا بالعاميه، ملهاش اي دور خالص. حمايه المستهلك برضه من ضمن الاجهزه المفروض نبقى ليها دور،